يصادف اليوم الموافق 16 من أكتوبر اليوم العالمي للمدير، وتحتفل منظمة الأمم المتحدة بهذا اليوم تقديراً للمديرين ولبث روح التعاون بداخل كل مؤسسة في العالم. كل سنة وهم طيبين، شو نسوي؟ شو أقول لهم؟ كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة والمدير طيب. كل مدير كل سنة وأنت طيب، خلاص يعني ها في يوم خاص لكل مدير، كل سنة وأنتم طيبين. والله يجعلكم كذا إن شاء الله، يعني دخر لنا. خلاص شيلوا الكاميرا يا جماعة. طيب أنا لازم ما أدري ليش يعني. الموضوع أنا صراحة أول مرة أدري إنه في يوم عالمي مستحدث هذا اليوم، لكن أنا بقول يعني الحمد لله، يعني ربي رازقنا مدراء يعني كويسين ويستاهلون الثناء ويستاهلون الشكر. ودائما أقول يعني أي شخص يكون مدير أو يكون يعني مسؤول عن عن تيم معين أو عن فريق، يعني هذا دائما عنده مسؤولية ولازم يعني في كل تصرفاته يحط بين عيونه أنه يعني هذه المسؤولية مسؤولية ما هي سهلة. ومر علينا مدراء يعني ممكن أنهم يكونوا غير جيدين، أو مدراء ممكن نسميهم ظالمين في بعض الأحيان وبعض المواقف، ولكن هذا حسابه بينه وبين رب، إحنا ما لنا دخل. لكن أنا رسالتي للمدراء الجيدين، القائد الجيد اللي يعرف كيف يمشي هذا الشغل ودائما يعطي التيم حقه وزيادة. فلذلك يعني كل عام وهم بخير، احنا ما نقدر نقول لك كل عام وانتم بخير طبعاً. وفعلا هذه يعني مسؤولية عظيمة جدا لازم الواحد يكون قدها. طيب خلينا نستغل أكيد هذا الخبر ونوجه تحية كبيرة لرئيس تحرير برنامج سيدتي الأستاذ سالم القحطاني على الجهود اللي دائما يبذلها أكيد معنا. لأنه متحملنا تقصد؟ أيوة بالضبط، لأنه متحملنا، هي هذه تحتها خط، يعني على قد ما جهوده مبذولة في تطوير المحتوى وفي تقديمنا إحنا بأفضل صورة، والسعي دائما إن إحنا نقدم الصح بالشكل الصح، وكمان نكون إن إحنا مرتاحين بما يتناسب معنا. أنا شخصيا بصراحة يعني الحمد لله ولا في مكان مر علي مدير ظالم، فلما بتقول ما يعني ما اعرف الحمد لله يعني مدير ظالم، ما قد مر. لكن زي ما انت قلتي، انا بالنسبه لي ترى هي بوزيشن مهام، بوزيشن مهام، فانا ما افهم يعني ايش مدير. اعرف انه هو لي بوزيشن معين، لي مهام، انا عندي بوزيشن معين لي مهام، هو موظف انا موظف، انا اشوفها بهذه الطريقه. صحيح. فبس يعني فعليا انه شخص يكون هو مسؤول عن تيم، فأنا أقول هذا قائد، هذا مو مدير. والله يديهم العافية وكل سنة وأنتم طيبين. طبعا أنا أطالب من الكنترول وأطالب من رئيس التحرير أن احنا نعمل موضوع كامل، ما هي صفات المدير الجيد، رغم يمكن احنا تكلمنا كثير في هذا الموضوع، ولكن الموضوع هذا يبدأ فيه ولا ننتهي أكيد. ولكن